المهنية، والتوينسة يلزم يفهموا الساعة، لأنه بدأ يدور نوع آخر من الحديث متاع كان ملانا منيش قاضي عادي إنه ما نلقاش سك الضمان، وعادي إنه ما تقبلنيش مصحة خاصة. خلينا نفهموا الخصوصية متاع هذا الموضوع بالضبط، علاش اليوم القضاة قضوا خوض هذا التحرك الكبير اللي يظلي ما سبقش في السنوات الماضية أنه يكون عندنا ضرب بخمسة أيام. بداية حتى سيد الرئيس، وعفوا يعني ما قطعتكش من قبل ما تبدا، بدا نوع اخر من الحديث بعد الكمور الجغرافي، بدينا مش ندخلوا في الكمورات القطاعيه، ولانه البيان نتاعكم كان فيه نوع من ربما ما تعودوش به قبل، كان اضراب يوم يومين خمسه ايام. بدايه شكرا على الاستضافه هذه. بدايه نحب نترحم على فقيدات القضاء التونسي زميلاتي، وعلى فقيدي مكونات الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول. إضراب السيد القضاة لم يأتي من فراغ، إضراب السيد القضاة يأتي نتيجة ما يعيشه القضاء التونسي من هينات كبيرة في الفترة الراهنة، قضاة قضاء في أتعس فترات تاريخه، قضاة قالوا كفى لتجاهل الدولة أجهزتها التنفيذية، كفى لتسويف السيد القضاة بالوعود الزائفة. أنتم تعرفوا أنه الخطابات السياسية الكل تدعو لشنو؟ احنا مع استقلال القضاء تبقى المعايير الدولية. المعايير الدولية شنو؟ ايه سمع مش قول كل الحكومات بتبيع، حتى النائب اللي تعرض الثاني يقول لك انا ما استقلال ولا ما استقلال القضاء. باهي استقلال القضاء تقول معايير دوليه ايش معناها؟ يعني عندك امان مادي، امان صحي، امان معنوي في حياه القاضي. احنا كنا توينس، كنا مواطنين توينس، كنا اولاد الشعب هذا، لكن انت هذا ركيزه من ركائز الدوله، مكون من كيان الدوله. القضاء هو من السلطة. اكيد والسلطة هو أهم سلطة للدولة، هي اللي تسرج حق المواطن هذاك من الدولة وحق المواطنين من بعضهم. احنا اليوم في غياب المحكمة الدستورية هكترا شنو اللي ساير؟ القضاء راهو عماد الدولة هذية. رغم أنكم منذ ثلاثة أيام نقصتوا من كونكم سلطة موازية للسلطة التنفيذية والتشريعية، ووقفتم في شكل وكأن من يتعرض لمساءلة بطريقة لا شوف لا أنا هوني باش نوضح حاجة لا لم يستوعبها أحد إلى حد الآن. شوف أنا هوني باش نوضح حاجة، احنا هوني حتى السيد رئيس مجلس القضاء والسيدة رئيس مجلس القضاء العدلي قالوها حرفيا، احنا هوني مانيش في إطار مساءلة، في إطار حوار. قالوها في عديد المناسبات خلال تدخلاتهم. المسألة القضاء قالها بصريح العبارة، نحن لا نساءل. تفضل حاجك بيا في حوار، مرحبا بك، تحب تعرف حاجات كيفاش تصير الخدمة في إطار مسألة القضاء، شنو الإشكاليات اللي في إطار مسألة القضاء، شنو كذا الاقتراحات، مرحبا. رئيس أكيد فهمت سؤالي. يعني فهمك لا اللي يطلب حوار مع المجلس يطلب جلسة مع رئيس المجلس ولا مكتب المجلس ولا رؤساء. أنا أجبتك على السؤال خطر، لكن 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 اللي صار إنه تقريبا ليلة ونهار وهم القضاة واللي يتسموا بالاسم، وواحد قديش يخلص والآخر قديش ما شوف. يعني مهزلة بأتم معنى الكلمة. أنا هذيك المسألة القضاء تحاور مع مجلس نواب الشعب وصارت جلسه وتعدت في اللايف والناس الكل سمعت، دونك هذاك امر محسوم وناس الكل تنجم ترجع يعني للتسجيل وتشوف هذاك المجلس، وايضا هذاك موضوع حسم امره. اللي يهمني انا توا كما قلت لك السلطه السياسيه في البلاد هذه وعدت بضمان استقلال قضاء تبقى المعايير الدوليه. انا اليوم القاضي فانا ظروف يخدم اليوم محاكم مناط أماكن موبوءة. اليوم القاضي في بيروه يخرج من داره أكثر مكتب تلقاه هو مكتب القاضي اللي مجال انتشار الفيروس، يقابل متقاضي، يقابل محامين، يقابل أعوان ضبط عدلية، يقابل كتبة من جميع الفئات. محاكم اليوم تفتقر لمستلزمات الأمان الصحي ضد هالكوفيد هذايا. تصور أنت محاكم ما فيهاش بيوت راحة، قاضي ما يلقاش وين يمشي يغسل يديه. تعرف احنا اليوم عندنا جلسات تبدا 9 متاع الصباح توفى منهم تغدوا نص النهار وتوفى 3 متاع الصباح. قاضي يبقى سمحوني في العباره معناها شاد روحه ما يلقاش فهمتي وين يقضي حاجه. المرافق الضروريه والاساسيه من عدمه احنا من اللي جاء الفيروس هذايا
من فيفري التوى مرينا حتى تعامل إيجابي مع السيد القضاء. يعني ابتلت هالسنوات والحكومات اللي تبدلت ووزراء العدل اللي تبدلوا ورؤساء المحاكم ولم تحل هذه المشاكل. ها باش نعطيك. لا سمح احنا توا ما زادت تينا بل هالفيروس هذايا. احنا عنا طلبات قديمة راه اللي هي سن قانون أساسي تبقى المعايير الدولية. قديش وإحنا ندعيه وين وين وهما وعود ورا وعود فما حد شيء. طالبين تدعيم الوضع المادي للسيد القضاة. اش معناتها الوضع المادي؟ انا اليوم عندي قاضي يصاب بالفيروس اللعين هذايا اخرهم زميلتي الله يرحمها قاضي راهو ما يلقاش باش يداوي قاضي ما ينجمش يخبي من شهريته فلوس يخليها كاحتياط لمواجهة حالة طارئة. لك الرئيس ما يقال سامحني بربي سامحني خان كملت ساعة النقطة ذي بربي خان كملت النقطة ذي سامحني خان كملت ساعة النقطة ذي يا سي محمد. انا اليوم واحترام لمشاعر زملائي من حبش نعطي الاسامي عن شكون اليوم من السيد القضاة وانت تعرف العمل القضائي فيه برشا ضغط نفسي وضغط معنوي ارهاق بدني كبير. احنا اليوم عن قضاة داوي بالدياليز مدياليز تعرف اليوم القاضي هذي اللي داوي بالدياليز وهم عديدون ما يلقاش منين يخلص حق المساح والحق سبيطار. رانا نعملوا مرة في ديكوليكت بخمسين ومئة دينار رفضيحة راهو راو انك نقول راو سلطه قضائيه انت سلطه سياسيه شيخه على روح مش نواب الشعب سلطه تنفيذيه براسيها هما وقت يكمر واحد ديريكت اوب اوبيتال ميليتير ديريكت طياره على ذمتي يمشي ايه والقضاء. انا رئيس بالله سؤال واحد قبل ما نواصلوا انا مع حتى النموذج وسؤالك الاخير يا محمد مع النموذج الانجليزي حتى شيك مفتوح للقاضي لانه استقلاليه الماليه هي اللي تجيب الاستقلاليه في كل شيء. لكن اللي نعرفه انه في 2016 اعتقد ولا في 2017 ما يعرفه الراي العام ان القضاة حصلوا زيادات هامه وهامه جدا يقال انها تصل حتى الى قد الاجر نتاع حد اخر في وظيفه اخرى زيادات فقط. هذا علاش يعني هذاك يولي المطلب المادي غريب. سي محمد لو كان الامر كما حكيت انت رانا مش بدناش الوضع المادي الامر على خلاف ذلك. تعرف زيادات قضاة قداش نزيد في 30 دينار تاع وظيفه عموميه تزيدني في 50 دينار تاع وظيفه عموميه تزيدني انت في زياده تقسمينتي على 3 سنين امبوزام راهي زياده راه زياده تحكي عليها راهو نحكيو راهو قضاء راهو انا كقاضي راهو كي انت تقول انا قاضي مستقل راهو استقلت قضاء راهو ضمن راهو للمواطن طبعا راهو انا كقاضي مستقل واش كلمه تتعدى راهو يلزمك توفر له راهو الامان المادي نتاعو راهو انا اليوم عندي أعضاء نيابة عمومية أمنوا في الاستمرار 24/24 على مدى أسبوع كامل وكذا راه بدون حتى منحة خاصة. احنا منحة ذي متاع استمرار متاع تأمين حصص الاستمرار عندنا أربع سنين استنوا فيها. تعرف أنت منحة قاضي نعطيكم أن القاضي يفصل في العام القاضي الواحد في 1300 ملف تقريبا. قاضي واحد راهو سي إنما غير إنساني. اش معناها؟ تفضل. قاضي يفصل في 1300 ملف يعني زوز زملين واش ملفات في القضاء. تعرف قداش منحة قاضي انت رتبه ولا 140 دينار 140 دينار شكون يرضى بها 140 دينار منحة انتاج هذيا اون 2020 القاضي يخفي 140 دينار منحة انتاج. قاضي تبعثوا لمصلحة عمل بين الولايات يتنقل بدون حتى منحة خاصة. نعطيك انا السولات الثلاث زوج سولات ياخذوا في منحة سيادة. احنا مش ناخذوا في منحة سيادة. هذه نعطيك انا ذي امتيت اكزامبل راه. سي ايمن ستيبا نائب رئيس نقابة القضاة. تقريبا المتعارف عليه انه الوضعية اللي تخدموا فيها ويخدموا فيها السادة القضاة في المحاكم مزرية انه عدد الملفات المسند لهم مخالف للمعايير الدولية. ما تنجمش تعطي قاضي 1300 ملف في السنة يعني المفروض انه نحي منهم شهرين العطلة القضائية وشهر ونص العطلة القضائية يعني على 11 شهر القاضي عنده 1300 ملف يبت فيهم هذا كله مخالف للمعايير الدولية. انتم تحدثتوا على محاولة لتطويع القضاة ابتزاز المادي خلينا نقوله فيما يتعلق بالقضاة. إذا ذلك يأتي هذا التحرك يعني تحرك ما هوش فقط على توفير الرعاية الصحية والتغطية وإنما على فرض اليوم خلينا نقوله سيادة هذا القطاع وفرض هيبة هذا القطاع. شوف مانيش باش نحكيه احنا على لي ذراع
عمره احنا قلناها راهو الاضراب ليس لي ذراع معناها يعني متاع استعراض قوه من علاش خمس ايام استاذ علاش لا هوكش نعطي هوكش نعطي احنا مالوروزمون ذاكرتنا قصيره احنا القضاة صارت اضرابات قبل صار. عملنا بنهارين بثلاث ايام وترفع الاضراب ايجا تو نتحاور معاكم ولا حياتي لمن تنادي اضراب القضاة اليوم راهو مش بغلط راهو كما قلت لك انا لي ذراع لا 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 بغايه راهو احنا وصلنا خدمنا في ظروف مهينه ظروف كارثيه والى حد الان والى حد الان قلت لك انا محاكم تفتقر لابسط مستلزمات الحمايه الصحيه للقاضي وللمتقاضي وللمحامي والكل انا اليوم نبعث انا لرئيس الجمهوريه طلب لقاء من جويلية 2020 الى حد هذه الساعه لم اتلقى اي طلب رد اي رد المكتب النقابي بعث مكتب النقابي وكررنا ذلك في اطار تنسيقيه القضاة مؤخرا في شهر اكتوبر والسلطه المباشره خلينا نزيد نكملك سي محمد عاد رئيس الحكومه بعثنا لها في إن لم تخني ذاكرة في 2 أكتوبر 2020 ولم يحركوا ساكنا عودنا في إطار التنسيقية زدنا بعثنا تذاكير إيجا نتناقشوا القضاة راهي القوة شوف راه مش الهياكل هي راهي اللي دعات راهي الهياكل ما هي إلا غطاء من خلاله يتحركوا القواعد راهي القواعد هي راهي اللي قالت كفانا ستوب رانا ما عادش نجموا نخدموا راهي الأزمة توصلت إلى حدها الأقصى راه مش راهو احنا كيك قعدنا قمنا قلنا يا نقابة طب في جينا نعملوا تو اضراب ما نجمش كنقابة انت تيوريسك فهمتني معناها تدخل يعني بكيكه وحدك وتقول اعمل اضراب القواعد هي اللي شدت الصحيح قالت لك انا ما عادش نجم نخدم ناس قلت لك تامل في الاستمرار بدون اي منح ناس قلت لك تختم تلاخيص اني قلت لك 1300 قضيه للقاضي في العام غير انساني راهو شاري وقعد صايب ناس تو في الظرف هذايا نتاع الكوفيد ناس ما عادش قادره باش تخلص حق المساحات راهو اش معناه انت قاضي سلطه في البلاد راهو مش سلطه راهو كيما قالوا تعاسف راهو راهو ذكر راهو يخرو في حقوق العباد راهو يفسروا في نزاعات راهو العباد راهو شنو يقعد يستنى بالصف البرة صحيح احنا كنا رانا مواطنين قلت لك متساويين لكن انا عن خصوصية معينة أنا في البلاد هذية عندي تاش معينة قاعد نأمن فيها رسالة القضاء مش سهلة راهو كما قلت لك راهو ضغط نفسي إرهاق كل شيء راهو إيش معناه أنت أنا قاضي ما يلقاش حتى 4 ملايين راهو باش يخلص بيهم راهو فهمتني حق الحق حق السرير نتاعو إيش معناه أنا باش قاضي تعرف أنا تو قداش عندي تو من قاضي مريض تقريبا في 147 قاضي مصاب بالكورونا 147 تقريبا ربي يشفيه ويشفي الجميع ربي يشفي الجميع ان شاء الله فيهم سامي من الشتيبه نائب رئيس نقابه القضاه ليش كنت حملوا المسؤوليه مباشره لانه كانت فما مطالبات في البدايه للمجلس الاعلى للقضاء حتى يتحرك بجديه في مساله التامين نتاع التامين الصحي وسلامه المحاكم ومرتديها من قضاه وغيرهم في اطار هالجائحه هذه على ما يبدو انه ما كانش فما رد واضح او على الاقل كانت اجراءات بدائيه خلينا نقولوا وفروا لهم صابونه في 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 المحكمه يعني هذه من المسائل المضحكه اصلا حتى ادوات التعقيم حسب القضاة اللي انا تحدثت فماش. معهم يوم امس ما فماش ما فماش احنا شوف احنا جو في الفتره الاولى جو في الفتره الاولى تاع الكوفيد معناها شهر اواخر فيفري او مارس وفرونا حتى من 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 المجال المعقم هذاك كاليتي تفهم شكون حط حرقه في سوابعهم الزملاء والله العظيم فضيحه راهو انت مخالف للمعايير زيد شوف لا كمامات لا جال كما قلت لك انا محاكم تفتقر لابسط المرافق الاساسيه بيوت راحه تتوفر لي انت صابون يوم باش نمشي نغسل يدي اللي قيسوا بها سخانه ما فما حتى شيء ما فماش ارمي القضاة هاكا نعرفوهم يخدموا نعرفوهم كذا كذا يتحملوا احنا اكيد نتحملوا مسؤولياتنا ونتحملوا مسؤولياتنا هذاك ماهوش مزية هذاك واجبنا هذاك القضاء خاطر احنا مؤمنين انه رسالة ولما يكون مهنة ماهوش سهل انت تجي ما توفر ليش انت كاين الامان الصحي والمسلمات الصحية وخاصة احنا هو علاش راهو 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 معناها يعني الغليان هذايا توا كما نقولوا احنا مفجر ولا توا حالة غضب كبيرة في سوق هذي راهو مرتبط بالوضع المادي راهو المزري للقضاة راهو تحسين الوضع المادي من الاولويات اذا كان انا باش نحكي انا على قاضي ندخله او نشوف شكون جهات باش تتوسط باش يقع ايواءه بطريق استعجالي مسيت انت كي راهو من استقلاليته راهو
سي أيمن، في النقطة هذه وإحنا راجعين فيما بعد لجملة المطالب، اليوم فما جانب من الرأي العام التونسي يقول لك وقت اللي كان فما حراك مجتمعي وحراك سياسي أيضا من أجل فرض استقلالية القضاء، السلطة القضائية هي من خانت نفسها وسمح بعض القضاة لأنفسهم أنهم هما يكونوا أذرع لأطراف سياسية وأنهم يطبقوا أجندات سياسية، وفي جزء ما تخلوا عن رسالتهم الأساسية هي العدل والإنصاف. شنو تعليقك على الكلام هذا؟ لأنه فما تململ اليوم. شوف هو القضاء ليس بمنأى عن النقد أو عن الشائعات أو عن التلميحات أو عن التأويلات أو عن الحقائق أنا كرجل قانون راني نقول إذا كان الكلام هذايا فيه من الصحة، احنا عنا الأجهزة الرقابية متن، عنا التفقدية، عنا مسألة القضاء المحاكم، إذا كان هذا كلام صحيح سيقع إثباته عبر الأيام القادمة، خلال الأيام القادمة. هذا هو ننتظر الإثبات، لكن القطاعية أحيانا تكون سد. فما مثلا مدارجة يقول إذا كان خصيمك الحاكم مش كون بشي. هذا هو. كيفاش سمعتي محمد؟ إذا كان خصيمك الحاكم مش كون بشي. لا 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 شوف لا سامحني بربي هوني خل نبين النقطة. لا يعيشك شوف لا لا شوف مش هذيك أنا خصيمك الحاكم مش كون باش تمشي. شوف اللي شكون باش تمشي شوف احنا ذي أجهزة رقابية عندنا فيها ثقة. وزملائنا اللي في التفقدية العامة أو في المسألة القضاء عنا فيهم ثقة، راهو احنا ماناش فوق القانون. يعني الكلام هذي راهو رئيس رينام الاثنين في التلفزة منذ أسبوع كل واحد يتهم في الآخر ويسبب لا 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 حد شوف رأي الحسابات هذيك. شوف أنا من أجمش روكا قاضي ولا روكا هيك، راهو ندخل في إطار أمور متعهد بها المجلس التفقدية. هذا المقصود من كلامي. نمشي ولي مطالب هذا التحرك اللي انتم تدخلوا فيه ذا بخمسة أيام كما قلت سابقة، في العادة ما يتجاوزش الإضراب ثلاثة أيام، مرة هذه أسبوع كامل ستكون المحاكم دون قضاة، وهاو بشي الحق زاد إضراب للكتبة وما إلى ذلك. اليوم المطالب ما لا تختصر في التغطية الصحية في الترفيع في الأجور، وأيضا متعلقة بقانون أساسي للمهنة. قانون أساسي. شنو ركائز متاع هذا المشروع؟ شنو تصوركم لهذا القانون الأساسي؟ احنا أول طلبات هو إضافة إلى تحسين الوضع المادي للسادة القضاة وتوفير الأمان الصحي والتغطية الاجتماعية لهم. القانون الأساسي تبقى معايير دولية. احنا كنقابة قضاة عنا المشروع متاعنا حضرناه موجود وحاضر، وعلى هذيك شوف علاش أنا قبيلة قلت كرانا طلبنا لقاءات مع رئيسة الجمهورية مع رئيس الحكومة. فما موقف منكم كنقابة لرئاسة الجمهورية؟ فما موقف يعني إن نتعامل معه؟ يعني هو احنا هذاك اللي ما فهمناهش. يعني اذا كان انت تجي في خطاباتك الرسمية تقول انا القضاء كسلطة وانا ادعم القضاء وسخط قضاء، يعني ما ريتش انا ما بين هياكل المهنة نفسها. كيفاش؟ لانه الرئاسة اليوم فما مفاضلة داخل هياكل المهنة، بالعكس التعامل مع طرف دون إيه؟ بالعكس انا قبيلاش قلتك احنا حتى في اطار تنسيقية الهياكل لم يقع الاستجابة لطلب اللقاء. نقابة جماعية، جمعية قاضية تونسيات، جمعية القضاة شبان، دائرة المحاسبات، المحكمة الإدارية، موقع الاستجابة حتى هيكل. احنا عنا البروجي متاعنا، تفضل هو شوفوه تبنوه. احنا وقت اللي كي اخر اجتماع وقت في وزارة العدل، اللجنة لم يقع تكوينها، تحلت اللجنة ذي متاع 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 اعداد المشروع وتحلت، حتى مساعي لإعادة تكوينها ما فماش. انا وقت اللي كي بشمشي لرا جمهورية راني هز مبادرة متاعي، روا عنا شوف للمسائل المادية عنا البروجي متاعنا وبما لا يمس حتى من ميزانية الدولة، فرانك ما تدفعوش. احنا عنا الحلول. القانون الاساسي تبقى المعايير الدولية لأهل مكة أدرى بشعابه، وإحنا نعرفوش معناه خطر عنا القوانين المقارنة كذا، عنا البروجي متاعنا يجي نحكي فيه. احنا كما نلقاوش تجاوب شو مشكور هذا الدفاع؟ التجارب المقارنة في علاقة بالقانون الحال الاساسي على الواقع التونسي وعلى القضاء التونسي. احنا تقولوا معايير دولية، يعني المجموعة الدولية اتفقت على معايير محددة لضمان استقلال القضاء. يعني دي مش احنا باش نجيو معناها نخلقوها. لا، لانه جربنا احنا نطبقوا المعايير الدولية في قطاعات اخرى، وفي النهاية لقينا انه السياق دمر المعايير هذية، والمعايير هذية خدمة طرف أخرى. مش القضاء يعني كسلطة منظم معاييره على المستوى الدولي متفق عليها المجموعة الدولية، قضاة العالم الكل متبنين. احنا علاش في تونس مانيش متبنينها؟ اتساءلوا
تتسألوا يظهر لي في بيانكم كان فما الإجابة اللي هي رغبة في تطويع هذا القطاع تحديدا واستخدامه كيد من أيدي السلطة السياسية، وهي عادة أصبحت يعني عادة قديمة ولم يتوانى على ما يبدو من جاء بعد الثورة أنه هو يستعملها. ما فماش سلطة تتخلى على تنتهي تحركاتكم بحدود يوم الجمعة، ولا إذا ما تمش الاستجابة فما تصعيد؟ احنا التحرك هذا إلى حد الآن إذا كان شوف احنا الحلول الترقيعية ما عادش كما قلت القضاة قالوا يزي كفاء حلول ترقيعية عام ولا فما ناس يلزم تكون فما حلول جذرية حلول مستعجلة. هذه الحلول متعرقة ووجهة ونشوف كل شيء ما عادش. احنا اليوم اضراب بأسبوع قلت القواعد سيد القضاة لكلهم بمختلف أصنافهم وانتمائاتهم الهيكلية اليوم متحدين صف واحد اليوم اضراب بأسبوع. إذا كان السلطة السياسية باش تواصل في التخاذ نتاعها واحنا عندنا مجموعة من الطلبات سيقع يعني كما بينا منهم القانون الأساسي منهم تدعيم التغطية الصحية والاجتماعية تحسين وضع المادي تحسين وضعية المحاكم اللي هي وضعية كارثية لم يقع الاستجابة أكيد سيتوصل بنسق أعلى تصل بكم اليوم إلى حد الآن لا لحد الآن معنا حتى اتصال. يعطيك صحة شكرا لك رئيس شكرا لكم نائب رئيس نقابة القضاة شكرا لك محمد بعود وبقية فريق البرنامج. وصلنا لنهاية الساعة الأولى بعد نشرة الأخبار نرجع لكم ونكمل حديثنا على تقرير محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. البلاد اليوم